محافظة تعز لم يصمد طويلا نظامها الصحي المتهالك أمام الأوبئة والفيروسات خلال سنوات الحرب، ولذلك حصدت أرواح العشرات من المواطنين لتبقى في دائرة تهديد أي تفشي لفيروسات جديدة. يندر غياب الوعي واللامبالاة من قبل السكان والاستهتار بطرق الوقاية من فيروس كورونا بكارثة صحية قد تقع فيها تعز إذا ما سجلت حالة إصابة بالوباء. لو قدر الله دخلت مثل حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونتيجة استهتار بعض الشعوب خاصة اليمنيين، نحن لا نؤمن إلى حتى اللحظة أن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ. لازلنا نلتقي في أماكن التجمعات، لازلنا نلتقي في الأسواق، لازلنا نلتقي في المساجد. لن نصل لدرجة الوعي الحقيقي التي لو قدر الله دخلت حالة سوف ينتشر عندنا انتشار كبير، وخاصة في ظل هذه الأوضاع والوضع الصحي المتردي نتيجة غياب أدنى مقومات الوقاية الشخصية. من الملاحظ أن الكثير لم يلتزموا بإجراءات السلامة التي وضعتها السلطات هنا وشددت عليها للحد من انتقال وانتشار الفيروس وتجنب الإصابة به، لكن بعض الأماكن خصوصا خلال أداء شعائر صلاة الجمعة تبدو الصورة هكذا، وهنا حيث تظهر بعض الأسواق مزدحمة بهذا الشكل. أما صلاة المناسبات فهي الأخرى لم تتوقف، حيث يتجاهل الغالبية التعليمات الوقائية وسط غياب لأي إجراءات رادعة. طبعا هناك طرق عدة للتوعية، منها الإعلام ومنها مواقع التواصل الاجتماعي ومنها أيضا كل الطرق المقروءة والمسموعة، وأيضا دور السلطات المحلية لا تكمن في استخدام القوة إذا اضطر الأمر في حال عدم التزام السكان أو الأهالي بمنع التجمعات والأماكن الازدحام والأسواق والجوامع. التباطؤ في إنشاء مراكز الحجر الصحي والعمل على تنفيذ خطوات جادة من قبل الجهات الرسمية لمواجهة الفيروس، وفي ظل شكاوى من غياب دعم منظمة الصحة العالمية للمحافظة بالأدوية والمستلزمات الطبية، أسباب أدت إلى اتساع مخاوف السكان الذين يتجاوز تعدادهم 4 ملايين نسمة. على الرغم من عدم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا في اليمن حتى الآن، إلا أن التحذيرات لم تتوقف خصوصا في ظل تجاهل السكان أهمية الالتزام بطرق الوقاية التي ستجنبهم الوقوع في أخطاء وقعت فيها بعض الدول. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.